نشوف تقرير عن الطقوس الرمضانية مع أعضاء النادي الأهلي وارتباطهم كمان بالنادي الأهلي في رمضان تحديدا في التقرير ده ونرجع نكمل. رمضان في النادي بيبقى ليه طعم تاني طبعا، عيلة الأهلي كلها بتبقى متجمعة، لازم كل سنة نفطر يوم على الأقل جوه النادي وسط عيلتنا الكبيرة. بالنسبة طبعا للماتشات في الشاشة الكبيرة هنا بيبقى ليها طعم تاني خالص، يعني بتبقى العيلة كلها، احنا بنعتبر نفسنا هنا كلنا عيلة واحدة، فبتبقى في روح حلوه في الماتشات هنا. يعني انا بحب اتفرج على الماتشات بتاعت الاهلي على حسب الظروف، يعني لو طبعا لو كان قبل الفطار اي ماتش هيبقى ممكن يبقى في البيت، لكن لو بعد الفطار ان شاء الله زي ماتش الاهلي والبنك الاهلي هيبقى بعد الفطار ان شاء الله، ففي الغالب بيبقى في النادي هنا في الشيخ زايد. وتاني يوم في ماتش الاهلي مع البنك الاهلي ان شاء الله، هنيجي نحضره ان شاء الله في النادي الاهلي كلنا باذن الله، وبس بيبقى يوم حلو يعني ان احنا بنستمتع بصراحه كلنا واحنا قاعدين نتفرج على الماتش. يعني بنيجي العيله كلها هنا او بتفق بقى مع اصحابي والشله، بنيجي نقعد نتفرج عليها كلنا مع بعض، وبتكون الجو لذيذ قوي و بنعيش اجواء رمضان حلو قوي هنا في النادي. لو موجود بتفرج مع زمايلي وكده اهو في وسط الاعضاء، طبعا ده شعور تاني خالص. لو في البيت بتفرج في البيت، يعني لو اجازه بتفرج في البيت، ما بحبش اتفرج على قهوه. انا بحب اتفرج على ماتشات الاهلي في النادي الاهلي، بيكون مكان حلو قوي، وتاني وباجي هنا مع صحابي ومامتي وبابايا وكده، وهتفرج عليه ان شاء الله في النادي الاهلي. لو في ماتش مهم يعني بتفرج عليه، وبننزل هنا النادي يعني. لو في مسلسل وماتش، لا طبعا المسلسل اكيد، وغالبا ما يعني بيبقى القعده في البيت، بس في لو في مناسبه بننزل يعني النادي نتفرج على حاجه كده يعني، بس هي دي الدنيا. طبعا لما باجي اتفرج على اي ماتشات اهلي باجي هنا، لان في كذا مكان نقدر نتفرج فيه، وبجد بتبقى حلوه جدا الاجواء هنا وكل حاجه، وباجي دايما مع صحابي ومامتي وبابايا، بنظبط مع بعض بنيجي كلنا نشجع مع بعض، وبتبقى حلوه قوي. وماتش البنك الاهلي والاهلي الجاي ده هيبقى مش سهل، وكلنا طبعا عايزين الاهلي يكسب، ورمضان كريم علينا كلنا.